طيب نحن اليوم بال 2021 بنقول للناس في شيء اسمه الهام، يعني بعرف انه انا سألك كذا مره سؤال بس يمكن لاخر مره بدي اسالك اياه، بال 2021 بعد في شيء اسمه الهام او في شيء اسمه قراءه سياسيه او في شيء؟ لا ولا قراءه يا رودولف، ثلاث اشياء برجع بقول لك اياها للمره الاخيره، ثلاث اشياء سبحان الله ما يعلمهم الا الله، علم الساعه، علم القدر، وعلم الغيب. انا بعد انه هذا مش علم غيب، هذا الاحساس. هل احساس يعني انت ما بتعرف الغيب حبيبي؟ هذا احساسي، هذا الحدث اللي عندي. الحدث اللي عندي سبحان الله، يا رب العالمين بيثبت هالرؤية يا ما بتثبت هالرؤية. وين الغلط؟ ما انا بشر. وانا بدك تقلي شغلي انه انا لي 25 سنة بالتوقعات، وين المشكلة إذا 10% أو يا سيدي 15% ما زبط؟ ما أنا إذا زبط كل شيء 100% يعني رضر، يعني أنا بصير بخاف من حالي طبعاً. يعني أنا بصير بخاف من حالي إنه ليه؟ لا بالعكس، أنا بنبسط إنه في أشياء. ليه الله بيخط على ليلى عبد اللطيف بهيدا الحدث إذا بدك؟ ليه إنه ليلى عبد اللطيف؟ لأنه بعد تجربتي 25 سنة عم بحس إنه 25 سنة من التوقعات اللي أنا مسيرتي كانت من 20 سنة عبر التلفزيونات، عبر الإذاعات، يعني بدك تقلي شغلة. عم بحكي عن مسيرة ليلى، عم بحكي عن الحس، ليه هيدا؟ ليه رب العالمين؟ لأنه 75% إنه اللي قلتهم صاروا، هذا إلهام، أنت عندك، كل إنسان عنده إلهام. ليه رب العالمين عاطي هيدا الإلهام لليلى عبد اللطيف؟ العلم عنده تاني. العلم عنده ما بعرف من انا وعمري 12 سنه. طيب ليلى في طقوس معينه بتمارسوها كرمال؟ لا 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 ما في، يعني انا بشوف هذا كله ما بامن فيه، هذا كله ما بامن فيه. بشو بتامني انا؟ يمكن طالعه من عندك، يمكن انت تسالني سؤال اقول لك هلا ما في جاوبك. انا وطالعه من الباب يمكن تجي الفكره اقول لك رودولف انه كذا كذا على سؤالك اللي جاوبتني عليه. يعني بتامني بتحضير ارواح؟ بتامني ب لا 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 ما بتامني فيه. اعوذ بالله. لا بالله، لا بالترو ولا بالكف ولا بالفنجان ولا بالابراج ولا هذا كله، انا ما بامن فيه. انا بامن كل انسان عنده الحاسه السادسه او السابعه او العشرين. الناس اللي بيقولوا عن ليلى عبد اللطيف دجاله او عرافه او منجم بيقولوا شو ما بدهم. بيقولوا شو ما بدهم، ما هن عم بقول لك الانبياء ما صدقوهم ورشقوهم بالحجارة وعذبوهم، يقولوا يضلهم يقولوا من هون لمين. هلأ حطيت الترو والقهوة وعلم الفلك والأبراج كله حطيتهم مع بعض، هيدا علم. وين بأي جامعات؟ ما دلني في جامعات بتعلم الفنجان والترو والأبراج؟ في علم الفلك اللي هن أيام الفراعنة والمايا مظبوط، بيراقبوا الفلك، بيراقبوا النجوم. بس البرج يا رودولف ما بيقول لك إنه هلا في انفجار وفي اغتيال وفي رح تعمل هيك وبكره أنت حتعمل هيك، لا. يعني كأنه عم بقول إنه ليلى عبد اللطيف صادقة وماجي فرح وكارمن شماس كل حدا بيقول لا أبراج لا 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 ما بيسوى. أنا كشخصي أنا ما بآمن بالأبراج. يا خي صرت قلتها 100 مرة، توم بيخلقوا بفرد ثاني من فرد بطن، كل واحد قدره شيء وكل واحد شخصيته شيء، مش اثنين مثل بعض، مش اثنين مثل بعض. أنا في كتير مثلي برج الجدي بس مش مثلي، كل واحد شيء. فهمت عليك، كل واحد قدره شيء.